وكان فما امكانيات شتيت الميكرو اون با هناك علاش نقول له لطفي 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 دونك سامحني لطفي اللي قصيت عليك وصلنا يتحقق برنامج بلا مجامله سواصل الحديث عليه بارتاج السينما معايا في دورتها 24 من 16 24 نوفمبر 2012 من خلال ثلاثه مواعيد على قناه حنا بعد ثلاثه مواعيد الاثنين الاربعاء والجمعه زوم جي سي سي تاملهم على مستوى الاعداد هذا دوادي وعلى مستوى التقديم ياسمين بن سعد الاثنين والاربعاء والجمعه مواعيد ثقافيه سينمائيه قاره على قناه حنا بعد التونسيه تواصل معايا بارتاج السينمائية. شكرا لأيمن أحسن بعث لنا كتابه جديد لو غوتور دي اساسان بروبو سور لا تونيزي جانفي 2011 جويي 2012 لو غوتور عودة الحشاشين لأيمن حسن. يعطيك الصحة وإن شاء الله تكثر المؤلفات للكتباء والأدباء التونسيين الأديبة والكاتبة والرائعة.